طب بالنسبه لرمضان، لان انا واسلام كنا بنتكلم في النقطه دي قبل الهوا، بقول له انتوا قادرين؟ يعني انا اصلا مش قادره، الواحد وبقى قاعد طول اليوم في البيت، بس التاثير ده بيبقى على بعض الناس، يعني في ناس صحيح. تاثيرها بيبقى كده، لو بتحس انك همدان، بس انتوا عندكم تمرين وفي ماتشات بتبدا الساعه 8 زي ما انت قلت لي، فموضوع صعب جدا يعني ازاي؟ هو انهي رمضان؟ بس هو رمضان السنه دي احنا لغايه دلوقتي، انا والله لسه شايف في التاريخ النهارده 14، انا فعلا ما حسيناش برمضان خالص السنه دي، حسينا في صعوبته بس ما حسيناش باجواء رمضان، لان احنا من اول يوم بدانا معسكرات، من اول يوم رمضان، لان احنا كان صعب عندنا نهائي الدوري وقبل نهائي وفيصل، وبعد كده الموضوع كان صعب قوي بالنسبه لنا. رمضان بالنسبه لنا السنه دي اجتماعات ومعسكرات، اجتماعات ومعسكرات، ما لحقناش نعمل اي حاجه يعني. الموضوع صعب قوي، لان تعالى بقى نروح معاك لمباراه النهائي بصفه خاصه، ودايما دايما اي لقاء في اي رياضه ما بيجمع ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك ده تحسه بطوله لوحدها، وليه حساباته المنفرده بعيدا عن مشوار البطوله، ايا كان انت لعبت مين قبل كده على ما توصل للمرحله دي، ودايما بيكون لقائكم في النهائي. ليه دايما لقاءات الاهلي والزمالك في عالم كره اليد كما هو الحال في كره القدم ليها خصوصيه شديده للدرجه دي؟ بص، هو السنه دي انا يعني بقالي الحمد لله يعني مثلا 16 سنه في النادي الاهلي او في الفريق الاول، كان السنه دي تعتبر اول سنه يبقى اهلي وزمالك في البطولتين نهائي دوري وكاس. كل سنه الفرقه المتفوقه مثلا في الدوري او في افريقيا في الكاس بتخسر من فرقه كمان تبقى ما تبقاش مرشحه. فالسنه دي كان الموضوع صعب جدا، موضوع ان انت تلعب 3 ديربي في اسبوع، ده كان ضغط عصبي ونفسي كبير جدا، فكان صعب علينا السنه دي فعلا جدا. فطبعا مباريات اهلي وزمالك بتبقى يعتبر قوام المنتخب، فمباريات غير ان هي صعبه جدا ممتعه، فانت بتنزل الماتش في متعه، انت نازل تلعب فعلا هاندبول، ف تحضر نفسك بقى عشان كمان عارف اللي هي ايه الهديه اللي بتديها للناس في الاخر، فطبعا حاجه كانت مهمه لينا جدا. اسلام، دايما قبل برضو يعني المباريات كابتن محمود الخطيب معظم الوقت بيكون حريص ان هو يقعد معاكم، وكان ده حاصل في المباراه الاخيره، فمعلش انا عايزه انت تنقل بنفسك الكواليس للناس، هو بيقول لكم ايه؟ ازاي بيبقى فيه كلمات تشجيعيه؟ بيفرق معاكم كلعيبه برضو بمنتهى الصراحه يعني نفسيا ازاي؟ بصي، انا الاول بشكره جدا، بشكر مجلس الاداره كله فعلا يعني. كابتن خطيب لما جه انا قلت كفايه ان هو جه من غير ما يتكلم، كفايه ان هو جه، ده حاجه بالنسبه لنا حسستنا قد ايه النادي مهتم بينا، قد ايه شخص زي شخصيه كابتن خطيب تبقى موجوده في اللحظه دي. وانا قلتها امبارح قدام كابتن خطيب ان الدعم في وقت الهزيمه كان بالنسبه لنا اكبر بكتير ان في وقت الفوز، لان في وقت الهزيمه انت محتاجه فعلا حد يقف جنبك، وكابتن خطيب نزل لنا في الملعب وقت الهزيمه، وما يعني حفز الفرقه كلها وقال لنا مش مشكله، انتوا فرقه، انتوا احسن من العناصر الموجوده في مصر، انتوا محتاجين شويه تركيز بس، وبعد كده يعني هتاخدوا البطولات كلها، والحمد لله قدرنا نشرفه بعدها بثلاث ايام يعني. جميل جدا بجد. زي الفل.